يعني هناك أمر آخر، عندنا سدود، عندنا سدود سد المجنين وواديك عام وواديك عام. هؤلاء هل تقوم وزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، هل تقوم بما يجب عليها ولا تنتظر حتى تأتي كارثة ترفع منكم 100,000؟ لو ينطلق وادي المجنين والسد ينطلق، الهضبة كلها تموت، كم فيها من نسمة؟ أكثر من 100,000 يضيعون في عنق من هؤلاء؟ يا وزير الموارد المائية، خصصوا له في الميزانية الماضية 400 مليون، أي سدود قام بها؟ أين صرفت هذه الأموال؟ لا بد من المحاسبة، لا بد أن تكون عندنا وضوح وصراحة. على رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن يسائل وزير الموارد المائية ماذا فعل في هذه السدود. هناك سد في بنغازي اللي يسمى المجازي ولا حاجة من اسم هذا القبيل، هو أيضا مهدد، هل قاموا بصيانته ولا ينتظروا حتى يغمر بنغازي بالطوفان؟ هذه أمور لابد أن يتنبه إليها الناس ويحذروها، وعلى المسلمين أن يأخذوا الأهبة والعدة. وادي درنا وحدة خصصت له ميزانية 2 مليون يورو، هذا هكذا جاء في تقرير ديوان المحاسبة، ورصد له هذا المال وخطاب الضمان، ولكن لم يحرك ساكن ولم يصرف هذه الأموال عليه، فلم يفعلوا شيئا. هذه الأسباب نذكرها، لابد أن نذكرها ولا نسمع لكلام المشوشين والمخربين، ويقول لكم المفتي هذا يعني يقول في كلام ثاني والناس ضحايا وموتى، وهو يتكلم على اللوم. أنا أتكلم عن اللوم لجمع الكلمة، لا، وهم يتكلمون على الاستمرار على الفرقة، أريد أن نصلح وهم يريدون أن يفسدوا. لو أخذتم بالأسباب واعتبرتم بهذه المصيبة والله سينصلح أمرنا. لو وضعنا أيدينا في بعضنا وترك الأمم المتحدة والمبعوث الأمم وما يدبرونه لنا من الكيد والمكر، والله إذا انصلح أمرنا. لابد في التعامل مع هذه المصيبة، لابد فيها من الرجوع إلى الله وميزان الأمور بميزان الشرع على ما ذكرت بعضه وبينته.